بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما نشعلش أبدا حرائق هنا ولا هنا. نفس الكلام في الاتجاه الثاني. وزي ما قلت قبل كده، في كل المساعدات اللي اتقدمت، ما حدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في إسقاط جوي، ما بتخشش ليه من المعابر. مش أنا قلت لكم من الأول إن إحنا في مصر حريصين على إن إحنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعة، وأي فرصة لينا إن إحنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا أو حتى من عندنا تدخل بأي حجم طالما المعابر مفتوحة. والناس كانت كلها يقول لك إيه؟ لا ده كلام، مش إحنا يعني كلام، إن ده مش حقيقي، لا المعبر بتقفل. وأنا قلت لكم المعبر ما بيتقفلش. طب هما بيرموا دلوقتي ليه؟ عشان الشمال مثلا بعيد شوية، ولا عشان أيضا في تحديات في دخول المساعدات من المعبر أو من المعابر، بس في عندنا إحنا معبر إحنا مسؤولين عنه. دي نقطة. ونقطة تانية زي ما قلت لكم كده، ما تقالش مثلا إن في 10-12 مليار دولار خرجوا من مصر عشان المسؤولين في الدولة خدوهم. لا ما حصلش، ده ما حصلش وما يحصلش بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن كل جهدنا وكل إمكانياتنا كانت جوه البلد دي. وأنا مش عايز أسيء في كلامي لأحد قبل كده، عشان يعني بعتبر دي مش يعني لا من صفات الصفات طيبة، إن أنا بس أنا والله العظيم أنا بحلف بالله، والله العظيم أنا ما لقيت بلد